الزمالك لو لعب بأي حد فهو كده كده الزمالك، دي نقطة أو عنوان مهم جدا، لكن بيبان تأثر الزمالك بغياب عناصره الأساسية. وهنا سؤالي، بما إنه زيزو كده كده مش هيلعب ماتش الزمالك اللي جاي بتاع طلائع الجيش في الكاس، فأنا سؤالي ليك للزملكاوي بسيوني، هل تؤيد رحيل زيزو ولا بقاء زيزو ولا مش عايز تعلق؟ يعني انا طبعا ما بحبش ادخل نفسي في الامور الشخصيه دي، لان طبعا كل نادي بيبقى شايف من وجهه نظره. انما احمد سيد زيزو انا بعتبره لعيب مميز جدا، صعب جدا تعويضه، فاتمنى برضو ان لو هو له متطلبات، لازم نادي الزمالك يشوف متطلباته ايه، وان هو يحاول انه يحتفظ بيه، لان صعب جدا انك تفرط في لعيب عنده امكانيات خاصه. امكانيات خاصه دي بتصنع الفارق دايما تمام. للفريق اللي بيلعب فيه، فبالتالي زيزو دايما عامل فارق مع نادي الزمالك. تمام. فانا بتمنى مثلا ان اداره نادي الزمالك لو هم عندهم من الامكانيات انهم يقدروا يحتفظوا بزيزو، فانا بتمنى الحفاظ على زيزو لانه تمام. واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك. سؤال مستقبلي شوية، بيعدي خطوة وبيروح للخطوة اللي بعدها إذا كانت الإجابة متاحة، الكابتن بسيوني هو المدير الفني لطلائع الجيش الموسم اللي جاي؟ والله لسه يا كابتن هاني، هو الى الان انا مدير فني طلائع الجيش، وانا مبسوط جدا بوجودي في نادي الطلائع. تمام. انما طبعا هيجمعنا ان شاء الله باذن الله جلسه باذن الله خلال الفتره اللي جايه مع السيد رئيس جهاز الرياضه، هنشوف احنا هنعمل ايه الموسم اللي جاي، الطلبات بتاعتنا ايه اللي هيتم، لان احنا طبعا عندنا متطلبات كتيره. تمام. هنشوف الامور وان شاء الله ساعتها ان شاء الله يا نعلن ان احنا موجودين ومكملين الموسم تمام. اللي جاي، يا اما هنعلن ان مش هقدر اكمل في خلال المرحله اللي جايه. انا بشكرك جدا كابتن عهيب بسيوني وببارك لك.